اهتزت القيروان والوسط الثقافي في تونس على خبر وفاة الشاعر والأديب والناقد حسين القهواجي. حسين القهواجي من أعلام القيروان، التصق بمعالمها ودروبها وأزقتها وأرباضها حتى لا تكاد تفرق بينه وبينها. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنه لمصاب جلل ورزء يحل بالحياة الثقافية بالقيروان، ففقداننا لأخينا وصديقنا الودود حسين القهواجي ترك ألما في قلوبنا الذي نتقبله وما هو إلا من الله سبحانه وتعالى. أحب القيروان وبادلته حبا بحب، أغلب ما كتبه كان يدور في فلك القيروان شعرا ونثرا. في مجموعاته الشعرية غراب النبوءات، كتاب الأيام، الأرواح البيضاء، أحفاد سقراط، ورواياته باب الجلادين وزنقة عنقني وفي سوق الوراقين وغيرها من الكتب والمجاميع والأوراق النقدية والمقالات المختلفة المنشورة في أهم الصحف والمجلات العالمية. الحقيقة هو يشكل وضعية المثقف التونسي الذي ليس موظفا وليس رجل أعمال، هو يعني كيف يحصل في قلب بعضه 300 ألف ولا قداش في الشهر، هو تسمى بالقدير ومعناه خسارة كبيرة للسياحة الشعرية والثقافية التونسية. لكن عزائنا أن هذا الشاعر الكبير ترك لنا مخزونا من الكتابات نعتبره ثروة للمكتبة التونسية. شاعر العربية الكبير حسين القهواجي عمل في شبابه في التمثيل، وكان عضوا في الفرقة القارة للتمثيل بالقيروان، وتحصل في أسبوع المسرح في الثمانينات على جائزة أحسن ممثل عن دوره في مسرحية دار الججت في الحد إخراج السيد العلاني. حسين القهواجي عرف أيضا كناقد خاصة للفن التشكيلي والأدب. فوجئت الأوساط الثقافية القيروانية مساء أمس بنبأ وفاة الشاعر الأديب المسرحي حسين القهواجي. كانت عنده علاقات طيبة مع كل الناس الحقيقة، وكان شغوفا بطلب العلم والتحصيل. دعم الفنانين التشكيليين سواء في القيروان أو خارج القيروان، هو الوحيد اللي عيطوله من كامل الجمهورية، معناته يعطي بسطة على الفنانين التشكيليين العالم أجمع. ما أقول وما لا أقول، وحشة في طريقي إلى عتبات الأصول وما يتخطى الأصول. قل لشعرك هذا الصديق الأمين، جسمي الآن نبي لجسمي، ولهم يلتهم العشق يلتهم العاشقين. حسين القهواجي عرف أيضا كناقد خاصة للفن التشكيلي والأدب، بلغ فيه درجة كبيرة من النضج النقدي والرؤى الفنية المتميزة. المرحوم خاض أيضا مع صبرا أفام تجربة إذاعية قربته من الناس الذين أحبوا صوته يوم الجمعة، وفي غروب كل يوم في رمضان يحكي فيه القيروان وعاداتها وتقاليدها ويخبر عن أدبائها وفقهائها وعلمائها. قلم حسين مميز لا مثيل له ولا يشبه لأحد، قلم متفرد برؤى خاصة ونظرة مغايرة للكون والحياة والعلاقات البشرية، مسالم وهادئ ومحب للناس. وما نعرفش يعني القيروان ماذا تساوي بدون حسين القهواجي. القيروان الآن تصبح معناها بدون طعم، لأن حسين القهواجي ديما في أزقتها، ديما في شوارعها، ديما بك المعطف متاعه وهو هز الكتب
وهو ديما مسكون بهاجس القراءة ومسكون بهاجس الشعر. رحم الله الفقيد العزيز حسين القهواجي ورزق أهله وذويه جميل الصبر. حسين في حياته كان يعيش حياة الشاعر والأديب، يعترضك وتحت إبته كتاب، وفي يده وردة، وعلى وجهه ابتسامة. رحمه الله وطيب ثراه.